يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. بكل تأكيد بفعل المسؤوليات اليومية بيكون في شد كده وجذب ما بين الزوجين. مفيش زوجين بالمناسبة مفيش بينهم خلافات، أيا كانت الخلافات دي بسيطة كبيرة، المهم إن كل زوجين في بينهم خلافات، لكن طريقة التعامل مع هذه الخلافات هي اللي بتفرق بين زوج والتاني، هي اللي بتفرق من زوجة للتانية. أهم حاجة لما يكون في مشاكل، يكون في خلافات، تكون في خناقات بسيطة، يكون في عصبية، ما يكونش في غلط. ده أهم حاجة في الموضوع، إن احنا مهما تعصبنا ما نغلطش. بالنسبة للرجالة ده بكل تأكيد يعني بترضيهم كلمة، كلمة أنا آسف بمنتهى الأمانة ونيابة عن رجالة العالم كله، كلمة أنا آسفة بترضي كل الأزواج، بترضي كل الرجالة. خلاص احنا هدينا، مش عايزين حاجة تانية، مش عايزين نجادل، مش عايزين نرغي في الموضوع تاني، مش عايزين نعمل أي حاجة. غالبية الستات، وبقول غالبيتهم مش كلهم، بتحكمهم العاطفة شوية في التعامل، فبنلاقيهم متهورين إلى حد ما، فممكن نلاقي أخطاء كتيرة وانفعالات كتيرة بمبرر وبدون مبرر. هنا تأتي حكمة الراجل في التعامل مع المواقف اللي زي دي، في أنه لو قادر أنه يقدر موقف زي ده ويحتوي موقف زي ده يهدى. اما هي لو حاسه ان هي غلطت فطبيعي انها تقول له انا اسف. شوف الدنيا بسيطه ازاي. سؤالنا بيقول لو غلطت في حق شريك حياتك وتاكدت من ده بتعتذر ازاي؟ انت هترجع لي ولا خلاص كده؟ لا طبعا. يعني حاسه انت حق الرد، حق الرد مكفول. انا حاسه ان الراجل بترضيه كلمه اسفه، وحاسه ان الراجل بيحبش يجادل. ايه طب ايه وبعدين؟ يعني الراجل انت مقتنع ان الراجل بترضيه كلمه الاسفه بس؟ طبعا. بس هو مبدئيا احنا ما بنغلطش، يعني هو السؤال ده المفروض لو غلطتي في حق شريك حياتك وتاكدتي من ده هتعتذري ازاي؟ ما بتغلطوش اصلا؟ اصلا طبعا. ده يعني جبتها منين؟ لا هو معروف الرجاله ما بتغلطش. جبت معلومتك منين؟ ده نظرين ولا علمان ولا زي ما في مجلات بتقول دي امنيات ولا دي ولا ده ايه؟ من بحوث على فكره اتعملت، بحوث ودراسات اتعملت بتقول ان الرجاله ما بتغلطش، وان الغلط الاكبر دايما بيكون من الزوجات. عارف هديك مثال كده سريع سريع، هنطبق اللي انت بتقوله ده على السواقه. عارف حسب نفس البحوث اللي انت بتتكلم عليها والدراسات برضو اللي انت بتعتمد عليها، يقول لك ايه بقى؟ انه انتوا بتقولوا، يعني طبعا الاستاذ شاذلي بيمثل الرجال حاليا بالنسبه لي، هم بيقولوا بقى ان الستات ما بتعرفش تسوق، ولكن حسب الدراسات والابحاث انه معظم الحوادث بتحصل بسبب رجاله. نفس طبقوا بقى، طب هنطبق المثل ده على الوضع الحالي دلوقتي. اقول لك ليه؟ بيدوسوا دوسه بنزين ودوسه فرامل، فاحنا ماشيين في الطريق المفروض عادي يعني، والطريق مفتوح، ماشيين المشي السرعه العاديه بتاعه الطريق، فجاه الاقي عربيه وقفت قدامي، فبقى انا المتسبب في الحادثه، مش اللي وقف مره واحده او اللي جه يمينه مره واحده او اللي جت شمالها مره واحده. حرام. فطبعا حرام. طب نرجع تاني للازواج والزوجات. احنا عندنا مشكله يا جمانه في الموضوع ده، وهي الجدال. يعني مبدئيا انك تعتذر لشريك حياتك في البدايه كده اول ما الغلط يحصل انا اسف، لانه خد بالكم يعني في نقطه ان احنا بنفتح في حاجات قديمه. في ناس لما بتغلط او بتتعصب مشكلتها بتفتح في الماضي، يعني ممكن يكون كان بينهم مشاكل قديمه واتقفلت خلاص بيرجعوا يفتحوها تاني، فدي مشكله كبيره قوي. لا دي مشكله كبيره طبعا، ده اكيد. وعندنا مشكله تانية هي الجدال بقى، ان احنا الحق باين والباطل باين، ده واضح وده واضح. لا ازاي بقى؟ لا في ناس مش شرط على فكره، الغلط نسبي برضو ملهاش اي علاقه، لو احنا مش بنتكلم في حاجه واضحه وصريحه، يعني مش بنتكلم في خيانه، مش بنتكلم في كده، لا طبعا مش بنتكلم في الحاجات دي خالص. لكن غير كده الغلط نسبي برضو بتختلف، ولكن هو بس اسمه غلط يعني نسبي، يعني ما هو نسبي غلط نسبي، يعني انه ممكن انا بالنسبه لي حاجه تبقى غلط بالنسبه لك مش غلط والعكس. دي ممكن تختلف بحسب العادات والتقاليد. أيوة والحاجات اللي ممكن تربينا تختلف عليها. وعلى فكره ممكن حد يعمل حاجه مش قاصد ان هو يزعل بيها اللي قدامه. ماشي، بس لما زوجين يقعدوا فتره متجوزين خلاص عرفوا بعض، حتى لو كانوا من بيئات مختلفه، فعرفوا ايه اللي يزعل ده وايه اللي يزعل ده، ونتجنب ده ونتجنب ده عشان الدنيا تمشي. لكن لما يحصل غلط يبقى الحق باين والباطل باين. ليه نجادل؟ السؤال بقى ليه بيكون في جدال؟ ده احنا منهيين عنه بالمناسبه، النبي نهانا عن الجدال طبعا. اكيد اكيد، بس هو فكره انتوا بتجادلوا اكتر بكتير. ما هو انت بقى فاكر لما مش عارف ايه وعملت. طب هنتفق على اتفاق، هنتفق على اتفاق خلاص. احنا ممكن نكون بنجادل عشان نبقى عايزين نتصالح اكتر،
يعني عايزين وقت شويه تصلحونا ازيد، انتوا بتجادلوا عشان انتوا شايفين ان انتوا ما بتغلطوش، ونقعد نلف ساعتين عشان نغير الوضع او ان احنا نقول انه بيطلق عليه يعني بمنتهى البساطه اللي هو قلب الترابيزه، يعني نفضل نلف وندور مع ان انتوا بتبقوا عارفين انتوا غلطانين. ذكاء، حتى ده ذكاء. لا ده مش ذكاء، ده يعني انا مش عارفه، ده تضييع وقت والله. تضييع وقتك ووقتي بجد يعني كتير. طب ما نقول خلاص، نقول احنا اسفين والموضوع هينتهي. اه لو اللي قدامك طول وماطل وزودها، هنا ممكن نقول لا خلاص هنا بقى زادت عن حدها، واللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. وعلى فكره في برضو عشان ما تزعلش، في ستات بتعمل كده، في ستات برضو بتقعد تلف وتدور وان هي ما بتغلطش، بس احنا بنتكلم في المعظم، معظم الرجاله بتماطل او بتجادل فكره قلب الترابيزه، ومعظم الستات بتبقى عايزه تتصالح اكتر، بتبقى عايزه مجهود ماشي. اكتر. طب خلاص طيب خلاص موافق، اتفقنا هنا الحمد لله. طيب اتفقنا هنا بقى دلوقتي، ايا كان مين اللي غلط، الست او الراجل، ايا كان مين غلط، والله لو فكرنا فيها حتى تايم مانجمنت، يعني لو فكرنا فيها بان احنا ازاي نحسب وقتنا، والله العظيم لو حسينا ان في حد قدامنا زعلان او احنا غلطنا، اسهل واسرع نقول سوا اسفين، نقول احنا اسفين، نقول معلش، صح، نقول حقكم علينا. على فكره بتفتح باب التراجع، يعني بالزبط. يعني لو اللي قدامي حتى متعصب ومتمسك برايه ان هو صح، وانا قلت له انا اسف، حقك علينا، انا وصلتك لده، بتفتح باب التراجع من الطرف الاخر عشان نقعد نتكلم بقى كده، احنا بدانا نهدى. في برضه حاجه تانية متعلقه بالسؤال بتاع النهارده، بعض الازواج او الزوجات، احنا يعني الاشخاص يعني، ممكن ياجل اعتذاره بعد المشكله بفتره كبيره، وهنا بيخلق نوع اخر من المشاكل. يعني في ناس تيجي تقول لك ايه، انا والله سبتك لحد ما تهدي عشان نعرف نتكلم، وفي حد تاني بيروح داخل في نفس التوقيت برضه ايه ويعتذر على طول. ايهما مناسب بالنسبه لك؟ حسب الموقف، احيانا بكون بس محتاجه وقت، بس الوقت ده اللي هو ايه يعني ساعتين مثلا، يعني حاجه بس الموقف يهدى. لكن انا من الناس اللي لو سبتني وقت طويل عشان تصالحني او لو مش يطول، هنا انا بالنسبه لي انت سبتني كل ده، او يعني ايا كان الشخص مين، انت سبتني كل ده وانا زعلانه يعني، فانت كده ما احترمتش زعلي. وهي الفكره كلها على فكره يعني من وجهه نظري، لا انه مش في موقف معين، الموضوع ما بيوقفش في موقف معين، لانه مواقف كتير قوي على مدار الحياه واحنا مع بعض بقى، فمواقف كتير قوي. الحاجه الوحيده اللي ثابته هي فكره خوفك على زعل اللي قدامك، مش خوفك من زعل اللي قدامك، صح، خوفك على زعله، دي مهمه جدا. زي ما بنقول كده، بنقولها في جمله بسيطه جدا، ما هنتش عليا، اللي قدامك ما يهنش عليك، صح، دي نقطة مهمة جدا. لو فعلا ما هناش على بعض، ولو فعلا شفنا ان الوقت اللي احنا بنضيعه في الزعل والعند وتكبير المواضيع، احنا ممكن نستفيد بيه، احنا ممكن نتبسط. والندية كمان، الزعل والعند والندية وهذه الأمور. هو ليه مفيش ندية؟ والندية ندية في الخير وفي الشر على فكرة، هو ليه لازم ندية؟ يعني أصلا أنا بضيف بس جنب العند والزعل. على فكرة في ناس هتزعل مني قوي، بس أنا لا أعترف بجملة الراجل راجل والست ست، أنا لا أعترف بيها تماما، ولكن انا قلتها في الاخر عشان ما تلحقش ترد. انا شايف ان احنا نقول سؤال الحلقه ونستنى رد الناس كفايه كده. يعني ماشي اوكي. لا اقصد ان الاثنين شخصين بني ادمين الاثنين، كل حد ليه كرامته، كل حد ليه احترامه، كل حد ليه حقوق وواجبات، في موده ورحمه بين الاثنين. هنا اتعاملنا بالموضوع ده، انا ما بشوفش مكان للراجل راجل والست ست. في حاجات تانية ملهاش علاقه بفكره راجل راجل والست ست، ليها علاقه بحاجات، بمعتقدات، ليها علاقه باحنا عاداتنا وتقاليدنا ايه، ده قصه تانية. لكن لو هنتكلم في المبدا ده، انا ما بقتنعش بيه، لانه في الحالتين حضرتك ليك كرامتك، انا ليا كرامتي، حضرتك ليك احترامك، انا ليا احترامي، حضرتك ليك حقوقك، انا ليا حقوقي، وهكذا. عشان كده ده من الناحيه دي ما بقتنعش بالجمله، فاهم قصدي؟ طيب عظيم، خلينا نشوف راي الناس في الموضوع ده. لو غلطت في حق شريك حياتك وتاكدت من ده، بتعتذر ازاي؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا المختلفه على السوشيال ميديا، في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال الحلقه. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.